السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة الحريفي فلوج، أهلا وسهلا بالجميع. الكثير من المتابعين يسألون عن البطاقة المهنية التابعة للقطاع الذي يشتغلون فيه، وهذه مسألة عادية لأن جميع الناس اللي يخدموا في أي قطاع ضروري تكون عندهم بطاقة هوية. في كل مرة سأحاول أن أتطرق لقطاع معين. بعد ما تطرقنا لقطاع الفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات، إن شاء الله غادي ننتقلوا لقطاع آخر بإذن الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا واحد القطاع اللي هو قطاع مهم وكيشغل واحد العديد من اليد العاملة، وبالتالي تحت أو نزولا تحت رغبة الإخوان المتابعين والأخوات المتابعات، وبالخصوص الأخوات المتابعات للقناة، سأحاول أن أتطرق عبر بحثي المتواضع أن أتطرق لهذه البطاقة المهنية الخاصة بقطاع التمريض. فقد أصدرت لهذا الغرض مصالح المركزية لوزارة الصحة نموذج لهذه البطاقة المهنية لقطاع التمريض، وعممته على جميع المديريات الجهوية قصد اعتماده وتعميمه بدورها على كافة الأطر الصحية. فإذا النموذج لهذا البطاقة موجود في المراكز أو المديريات الجهوية، ما على الإخوان والأخوات الممرضين والممرضات إلا المطالبة به في هذه الإدارات ثم سحبه ليكون. وها هو نموذج لهذه البطاقة المهنية الخاصة بقطاع التمريض. شكرا لكم جميعا، وكنتمنى أنكم دائما تكونوا أوفياء للقناة، وأي تساؤل من طرفكم المرجو وضعه في التعليق، وشكرا.